السلام عليكم. اليوم نعرفكم بتجربة رائدة في إنتاج الذرة لاستعمالها كعلف للأبقار بما يسمى بلونسيلاج، وهي تدخل في إطار الأعلاف الخضراء اللي مهمة جدا، لأن الأعلاف هذه تحافظ على كل المكونات الغذائية نتاعها، ما تيبش، ماشي كيما الاعلاف اللي يبست كيما نقولوا الاعلاف الصفراء. اذا هذه الاعلاف الخضراء تم انتاجها من طرف فرقه من المستثمرين في ولايه مستغانم، واللي التجربه هذه عرفت نتائج منقطعه النظير، يعني بالنسبه للمردوديه، يعني بالنسبه للمردوديه، وكذلك رفعت التحدي، لأنها تجربة يعني هي في الحقيقة فتية، التجربة هذه في إنتاج الأعلاف الخضراء باستعمال الذرة. وفيه تجارب أخرى في الصحراء، في منيعة وفي أضرار. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو اللي يتكلم عن التجربة نتاع هاد المستثمرين اللي دخلوا التكنولوجيا والمعرفة والتقنيات عصرية في إنتاج الأعلاف الذرة. إذن أترككم تتابعون الفيديو، والسلام عليكم. الاساسي تاعنا في المنطقه هذه هو انتاج الحليب. احنا باش نحضروا روحنا قمنا بهذه التجربه. اولا تجربه فيما يخص البذور، هذه نوع من البذور جديد في الجزائر، هذا الصنف هذا مخصص لانتاج العلف. هو صنف ترديف، بمعنى على خيره صنف ترديف، لانه احنا في لابريود المفضله لزراعه الذره هي ابارتير الصيف، ورا ما نحصدوا المحاصيل الكبرى. تما كي نكون خيرو اون فاريتي بريكوس، حيكون السيكل تاعها صغير، حيكون المردود اقل. ليتينيرا تكنيك هو عادي جدا، و سي اون كولتور اون ديروبي اللي تسمح لنا اننا نستغلوا الارض مرتين في السنه. هذا من بين الفوائد تاع زراعة الذرة. من بين الفوائد أيضا حنا في المنطقة هذه على ما تجربة تاع 3 سنوات لقينا باللي في الدورة الزراعية بطاطا الذرة كانت نتيجة مليحة. بهذه الطريقة هذه رانا لقينا أولا الحل كحل تقني باش نتخلصوا من هذيك الآفة تاع النيماطود، ثانيا الاستفادة غلتين في سنة واحدة، وبالإضافة إلى هذا كله الجانب المادي. نسبة الملوحة نوعا ما مرتفعة، وين ما تكون الملوحة مرتفعة الإنسان يتفادى الرش المحوري. زراعة الذرة تعلى ما نقدروش ننترفونيو بلي بوندير، دونك تسمى لازم الكوت ا كوت باش ننترفونيو بلي زونغري اتو مومون وفي الوقت المناسب. ننصحوا بلا دوز دو سومي تاع 100 غرام بار هكتار للمايس للذرة للأعلاف، ومن 80,000 إلى 90,000 بذرة في الهكتار للذرة بذور. نهضروا في المناطق الشماليه للجزائر، لا دات دو سومي ابارتير دو 20 ماي جوسكو 20 جويي، سيكل فيجيتاتيف المده تاع عمرها 3 اشهر 90 يوم. ما عندناش دي مرضي كريبتوغاميك، لو سول رافاجور اللي عندنا سي لا بيرال دو مايس، وكاين الجراد، هما دو بريداتور فاسيل ا كونترولي بدي دي انسكتيسيد على ريسبكت نقدروا نتحكموا فيهم. التكلفه تاع الهكتار حتكون ما بين 18 مليون الى 22 مليون. انتاج حنا لهنا بربي ان شاء الله ننتظروا انتاج تاع 62 طن في الهكتار.
باش نديروا مرحله الجني للذره العلفي الا كنشوفوا في مراحل هنا في الحبه باش نعرفوا هل الوقت وجد ولا لا. واسكو وجد ولا مازال؟ نحكموها حبه هكذا، نقسموها على زوج، غادي نحكموا غير حبه برك، نقسموها على اثنان. هنايا اتضح لنا باللي راه فيها ثلاث مراحل، فيها مرحله ديغسيسمون سما دي بدات في النج، ومرحله تكون شويه طريه عجين، ومرحله ليتو. هذا الان نقوم بمرحله الجن للاعلاف. عندنا لي باكتيري لاكتيك، واش يديروا الاله هذه تاع الحال تاع الحش؟ غادي ترتق الحبه، كي ترتق الحبه لي باكتيري لاكتيك واش يديروا؟ يبداو يتغداو من لاميدون. لاميدون هو السكر، باسكو هذه المرحله يكون السكر تاع لاميدون يكون مرحله اعلى. واش تبدا تاكل هذه البكتيريا من هذا؟ غادي دير لنا لاسيديفيكاسيون تاع لو ميليو، سافا دير وشنو معناتها؟ يولي حامض. كي يكون الميليو هذاك تاع البوله الانتيريور كاع ميليو حامض، يحبسوا الديفلوبمون تاع لي شامبينيون. لا بيان يقول لك هذه البوله غادي تقعد لك عام، سي اكوز دي هادو لي باكتيري اللي يرجعونا الميليو تاعنا حامض. وعلاش ما البقره تاكل هذا الذره؟ باسكو يجي حامض، وكي يولي تاكل فيه والحموضه كيكون حنا كناكلوا حاجه حامضه ومالحه شويه، واش تولي تحوس؟ تولي تحوس تشرب. ما لا سا فو دير ماكله والماء نزيدوا في الانتاج الحليب. هذه المرة الثالثة نزور هذه المزرعة وين تبعنا هذا المحصول منذ الغرس وعملية التواصل تاع المحصول اللي وصل به النوعية الجديدة من الذرة العلفية مختصة للعلف، وين نعرفوا باللي الذرة الموجودة حاليا في الجزائر والموجهة عندها دبل فا علفية وحبوب، هذه ذرة خاصة بالعلف، ونعرفوا الفائدة الكبيرة للذرة العلفية فيما يخص إنتاج الحليب ونوعية الحليب. غرفة راه تتابع في هذه الامور مع الفلاحين. واليوم كانت عندنا زياره للمستثمره تاع السي عبد القادر بن دحام، اي وجينا ندو فكره عليه ونعطوا له افكار تاعنا ونستمدوا افكار ما يناسب المنطقه هذه والمناخ هذا. جيت باش نشوف التقنيات اللي معمول بها فيما يخص المايس، لانني راني مستثمر في المنيعة، وخاصة راني من المستورد وانا نخدم توت لي زونطرون اغريكول فيما يخص هادو لي ماشين لوروبينوز وبليس لي فوشاز هادو.